بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله كل بخير. رجعنا لكم بحلقة جديدة عن ببجي موبايل، ورجعنا وياكم يا شباب شرح مهمات الاسبوع الاول من الموسم 17. فقبل ما نبدأ المقطع يا شباب لا تنسونا من اللايك وسبسكرايب ومشاركة المقطع واصدقائكم. طبعا ما اطول عليكم بالمقدمة، روح على الار بي وبعد نروح على المهام. ومثل ما تشوفون هذا هو الاسبوع الاول من المهمات التحدي. يقول لك اول مهمة يا شباب، يقول لك اقتل 30 من الاعداء باستخدام الامفور في الوضع الكلاسيكي. هنا طالبة حصرا بالوضع الكلاسيكي، فتقتل 30 من الاعداء وراح تكمل وياك هذه المهمة وراح ينطيك 125 نقطة ار بي. المهمة اللي بعدها وكالعادة يقول لك اختر مهمة واحدة من بين 3 مهام. كالعادة عندنا 3 مهام، راح نختار من يمهن مهمة واحدة. فأول مهمة من ذني 3 مهام يا شباب يقول لك اهبط على أي سطح في سكول إيرنجل 3 مرات بالوضع الكلاسيكي. طبعا سكول موجودة بخارطة إيرنجل، راح تطلع لكم صورة السكول أو المدرسة على اليسار حتى الكل يندلها. تروح تنزل هناك بالباراشوت على السطح مالت المدرسة 3 مرات وراح تكمل وياك هذه المهمة إن شاء الله. المهمة الثانية من ذني 3 مهام يا شباب يقول لك اهبط على أي سطح في هاتين سان هوك 3 مرات في الوضع الكلاسيكي. طبعا بسان هوك المنطقة راح تطلع لكم على اليسار، انزل على اي بيت فوق السطح مال البيوت بهذه المنطقة 3 مرات وراح تكمل وياك هذه المهمة ان شاء الله. المهمة الاخيرة من ذني 3 مهام يا شباب يقول لك اهبط على اي سطح، هذه المنطقة راح تطلع لكم على اليسار ميرامار موجودة، تنزل على اي سطح موجود قدامك بهذه المنطقة 3 مرات وراح تكمل وياك هذه المهمة ان شاء الله. اذكركم يا شباب ذني 3 مهمات نسوي منهن مهمة واحدة، اذا سويت مال سكول ماكو داعي تسوي مال سان هوك او مال ميرامار. المهم اللي بعده يا صديقي يقول لك التقط مسدس خلال 20 من المباريات في الوضع الكلاسيكي. هنا انا ما محدد لك اي مسدس، يعني ما قايل لك مسدس الفلاني، هنا انا قايل لك التقط مسدس. فاي مسدس راح تاخذه راح نحسب وياك مره واحده، ف 20 مباراه 20 مسدس راح يكمل وياك هذه المهمه ان شاء الله، وراح تحصل على 75 نقطه ار بي. المهمة الأخيرة من المهمات المجانية يا شباب يقول لك امنع 20 من الإعجابات لأعضاء الفريق. طبعا هنا ما حد لك بالوضع الكلاسيكي، بالمستودع أي وضع تلعبه تنطي لايكات لأصدقائك 20 مرة وراح تكمل وياك هذه المهمة. خلصنا من المهمات المجانية يا شباب، راح نبدأ وياكم بالمهمات الذهبية أو المهمات للناس اللي شاحنة. فأول مهمة من المهمات الذهبية يا شباب يقول لك اقتل 3 من الأعداء باستخدام المقلاة في أي وضع. هنا قايلين بأي وضع نقدر نسويه، بوضع ال TDM أو المستودع. نجي هنا ونختار هذا، مثل ما تشوفون أنا هنا مختار المقلاة. تروح تلعب مباراة الفرق المميتة حتى تكمل هذه المهمة بكل سهولة. المهمة اللي بعد يا صديقي كالعادة قايلين اختر مهمة واحدة من بين 3 مهام. عندنا 3 مهام راح نختار من يمين مهمة واحدة. فأول مهمة من ذني 3 مهام يا شباب يقول لك سافر مسافة تبلغ 4000 من الأمتار خلال قيادة سيارة الوحشية في الوضع الكلاسيكي. طبعا هذه السيارة موجودة فقط اللي فيك، راح تطلع لكم صورة السيارة على اليسار حتى الكل يعرفها. تصعد بهذه السيارة ولازم تمشي بها 4000 من الأمتار وراح تكمل وياك هذه المهمة. تقدر تسويها بجيم واحد وتقدر تسويها بأكثر من جيم. المهمة الثانية من ذني 3 مهام يا شباب يقول لك سافر مسافة تبلغ 1500 من الأمتار خلال قيادة زلاجة مائية في الوضع الكلاسيكي. طبعا الزلاجة المائية راح تطلع لكم على اليسار حتى الكل يعرف هذه الزلاجة. طبعا متواجدة بسان هوك، متواجدة اكثر شيء متواجدة بسان هوك ومتواجدة بليفيك ايضا. هذه الزلاجة تمشي بها 1500 من الامتار وراح تكمل وياك هذه المهمة ان شاء الله. المهمة الثالثة من ذني 3 مهام يا شباب يقول لك سافر مسافة تبلغ 4000 من الامتار خلال قيادة المركبة المدرعة من الامداد الجوي في الوضع الكلاسيكي. طبعا المدرعات كلكم تعرفوها اللي هي تجي بمسدس دروب، لما تكون خارج الزون تضرب المسدس دروب راح تنزل لك سيارة المدرعة وراح تطلع لكم على يسار السيارة المدرعة حتى الكل يعرفها. يقول لك تمشي بها 4000 من الامتار وراح تكمل وياك هذه المهمة. لان 3 مهمات تقدر تسويها بجيم واحد وتقدر تسويها باكثر من جيم. المهمة اللي بعد يا شباب يقول لك الحق مع مجموعة 500 من الضرر باستخدام طلقات الرأس في الوضع الكلاسيكي. طبعا طلقات الرأس انت من ترمي على الاعداء، اكو بعض اللاعبين يجيبها، مو بعض الناس المحترفة اللي يلعبون هواي ببجي، انه من يرمي يخلي الايم على رأس الاعداء وراح ينحسب عندك هذا الدمج ويخلص هذه المهمة بكل سهولة. الناس اللي تشوفها صعبة وما يقدرون يأيمون على اللاعب اللي براسه، اللاعب او البوت من يوقع نوك خلي الايم على راسه وفنشه براسه، يعني خلي طلقات براسه حتى يتفنش حتى تكمل 500 من الضرر وتكمل وياك هذه المهمة بكل سهولة.
المهمة الأخيرة من المهمات الأسبوع الأول يا شباب يقول لك استخدم مشروب الطاقة 30 من المرات في الوضع الكلاسيك. طبعا مشروب الطاقة اللي يقصد بها البيبسي القوطية هذه الموجودة قدامكم يا شباب، تاخذها 30 مرة وراح تكمل وياك هذه المهمة. تقدر تسويها بجيم واحد وتقدر تسويها بأكثر من جيم. طبعا خلصنا من مهمات الأسبوع الأول يا شباب، وهناك أتمنى المهمات سووها أكثر سهولة حتى تقدر تجمع النقاط وتقدر تاخذ الجوائز بكل سهولة. ما راح يعقلون بالمهمات لا بهذا الأسبوع ولا الأسابيع اللي بعده، المهمات راح تكون على هذه الشكلة، مهمات سهلة. أي سؤال أي استفسار كتبوا لي بالتعليقات. وصلنا لنهاية المقطع، لا تنسونا من اللايك وسبسكرايب ومشاركة المقطع وأصدقائكم، وبس أشوفكم بخير.